السلام عليكم، الاسم ديالي وليد البرجي، محمد علي ولد خالتي، ولد بنت خالتي، ولكن المهم بحال خويا الصغير حيت حنا مربيين مع بعضيتنا وكان ديما معايا، بيناتنا واحد العلاقه زوينه بزاف. الاختفاء ديال الولد كان سبب لنا واحد جرح كبير للداخل، ما كناش كنظنوا ان غادي نلقاوه مقشور، وخصوصا ملي كانت بهذه الطريقه هذه البشعه، وكسر من اللي على اليد ديال الاب وزوجة الاب ديالو اللي ما كناش كنظنوها كاع. حنا في الاول كنا شاكين ان الاب هو اللي يكون خذا الولد، يمكن على مشكل الحضانه ولا الله اعلم شنو الاسباب اللي خلاته، الله اعلم. تم التخطيط لهذه الجريمه ديال القتل من قبل، راه ما متاكدش 100%، ولكن راه باينه حيت كل الدلائل كتدل على ان هذه الجريمه تم التخطيط ليها. مثلا جات السبت والحد اللي ما خدامينش البوليس، مثلا 11 سولد ديال الصباح عارفين حبيبو راه في البحر، عارفين مو في الخدمه، عارفين خالو الاخر راه في العيون كان خدام، يعني بزاف ديال الحوايج. لا اله الا الله، مشى محمد علي. ومهم الكماله لا اراكم عارفينها بلا ما نعاود نفس السيناريو. بالنسبه للمشاركه في الجريمه، يعني شكون الاطراف المتورطين فيها على حسب المتابعه ديال العائله الاسره لهذا الملف هذا؟ يعني واش عندكم اطلاع على سير ديال التحقيقات؟ صراحة ما نكذبش عليك، ما بغاش نقول نخلي القانون حتى ياخذ مجراه، ولكن بالنسبه للاطراف المتورطه كاين حسن خريشي اللي هو الاب والزوجه ديالو اللي سميتها سكينه على ما اظن، انا ما كنعرفهاش الصراحه. حسن هادو بجبيهم هما اللي خطوا، هما اللي نفذوا الجريمه، هما اللي داروا كل شيء. تم الاعتراف حيث من بعد الاستجواب اللي دارت معهم الشرطه ديال مدينه العرائش، تم الاعتراف واعترفوا بالمنسوب ليهم، وكنتمناو ان امل في القضاء انه يكون نزيه في هذه القضيه هذه ويعطي لذاك ولد الناس المؤبد، حيت راه يستاهل. الناس باغي الاعدام، كنعاود نقولها وكنزيد نقولها ان هذاك الانسان ما يصلحلوش الاعدام، خاصه. شنو هو الاثار والاضرار اللي خلفت على الاسره هذه الفاجعه هذه؟ يعني كيفاش عشتوها انتم هذه الايام اسبوعين بين نقولوا عصيب ديال الاسره اللي عاشتوا دابا؟ سيدي الا مشيتي غير انا في الدوره راه كاين يما غادي تشوف شنو كاين تما. الام ديالو في حاله يرثى لها، الجده ديالو، الام ديالي اللي هي خالته، انا خوتو، خوالو، فؤاد، الياس، كلشي اللي تاثروا بزاف لواحد الدرجه. ما نعسناش 3 ايام اللي كان فيها محمد علي غايب، ما نعسناش، ما كاينش شي واحد شي ليله طلع عليه وتلقاه مغمض عويناته، راه ديما فاسحينهم وديما كنطلبوا الله ونصليو وندعيو الله. والسكينه ديال العريش ضمت معكم بشكل كبير، يعني شاركتكم يعني في المأتم وفي المأساة ديال شاركتكم في الأحزان وفي يعني في هذا يعني في هذه المناسبة الفاجعة الأليمة. يعني انتم كيفاش شفتوا هذا التعاطف الكبير اللي وقع مع القضيه ديال صراحة ديال المرحوم محمد أوكي. علي غادي نجاوب، ماشي غادي ندور عند الكاميرا باش تشوفوني. شكرا ماشي غير للناس ديال مدينه العرايش، شكرا للناس ديال المغرب والناس ديال الجاليه المغربيه اللي قاعد تعاطفوا مع هذه القضيه هذه. كندخل نشوف لي فيديو، كنشوف لي كومونتيرات ديالكم الدراري، شكرا لكم بزاف. والامهات حتى هما، الاباء حتى هما، الله يخليكم لولادكم، الله يخليهم ليكم. بالنسبه للناس ساكنه العرائش شكرا لهم بزاف، شكر خاصه لمدينه العرائش حيت قاموا مظاهرات ودار وقفات احتجاجيه. ودابا نيت راه كنت في المقبره طلعت مع باش يدفنوا الوليد مسكين، فاش كنت هو تفاجات انا بداك الكم الهائل، راه كلشي غادي يكون سير يوتيوب من بعد ان شاء الله. تفاجات بداك الكم الهائل، اكثر من 400 واحد اللي كيغوت عندهم شعار واحد، الاف ضخمه، يعني موكب رهيب، يعني من سكنه العرائش كلها خاطر شاركتكم يعني في هذه الفاجعه. كنتمنى لكم يعني الحمد لله المزيد من الصبر، يعني كنقولوا هذا قدر الله وقضاء، احنا ما عندنا ما نديروا في هذا الشيء هذا، وما عندنا ما نزيدوا، ما عندنا ما نقصوا. ربي الحبيب بغى ذاك الوليد راه خداه، غير وكانت الطريقه كانت مؤلمه وموجعه شي شويه بعض الشيء، ماشي غير الاسره وماشي غير العائله، كاع الامهات اللي عندهم وليداتهم خايفين عليهم راهم حسوا بنا وعرفوا الدقه هذه اللي تلقاتها هذه العائله هذه. كنقول لهم شكرا لكم بزاف، وشكرا لاي واحد ضامن معنا وسيبورتانا. شكرا لكم بزاف.